طلاب جونيور 4، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنحل مع بعض اسئله مراجعه لامتحان شهر مارس. يلا بينا نستعد للاكزام ونراجع. نبدا مع اول سؤال. The value of the digit 7. عايزه اعرف الفاليو بتاعت الديجيت 7 هنا. طيب تعالوا نراجع مع بعض الفاليو والبليس فاليو بتاعت النمبر. اي سؤال واحنا بنحله هنحاول نشرحه كأن احنا اول مرة نشوفه. تعالوا نتعرف ازاي بنعرف الـ value والـ place value بتاعت الـ number. ناخد example مثلا، عندي هنا 8 3.265. اول حاجة دي decimal point، دي مين؟ دي decimal point. اول number بعد decimal point اسمه unit وده tens، ولو في number هنا هيبقى 100. نقول دي decimal point وهنا unit tens 100. خلاص كده تعالوا نشوف اللي بعد الديسيمال بوينت مين، اسمه ايه؟ التو اسمه تنثز، اسمه ايه؟ تنثز. السيكس هندردز، السيكس اسمها ايه؟ هندردز، اخرهم تي اتش، يبقى ده ايه بقى؟ ثاوزند، اسمه ايه؟ ثاوزند. دي البليس فاليو بتاعت النمبرز. نقول تاني، لو انا عندي مثلا نمبر زي ده 0 3 7 و 5، ده الثري هنا ايه؟ tenths. خلاص السفن hundreds، دي البليس فاليو بتاعتهم. خلاص كده دي thousands، دي ايه؟ thousands. طيب انا اخرها th، انا عايز اعرف بقى الفاليو. اول حاجة تعالوا نعيدها تاني، شرحنا البليس فاليو، نشرح بقى الفاليو. تعالوا ناخد اكزامبل غير اللي موجود وبعدين نشرح اللي موجود. لو انا قلت لك انا عايزه الفاليو بتاعت ال7، ال7 ده النمبر اللي قبل الديسيمال بوينت، ده اليونت، ده هو النمبر، يبقى الفاليو بتاعته بتفضل 7 زي ما هي. طيب لو قلت عايزه الفاليو بتاعت ال3، ال3 ده فين؟ في التنسز، ده مكانه في الديسيمال، يبقى كل النمبرز اللي حواليه بحط مكانهم 0. يبقى لو عايزه الفاليو بتاعت ال3 هكتب ال3 واحط مكان النمبرز كلها 0. الزيروز ديت اللي هنا مش مهمه، يعني ممكن اشيلها، لكن الزيرو ده اللي على الشمال بيبقى مهم، فيبقى الفاليو 0.3. طب تعالوا نجيب الفاليو بتاعت الفايف، هكتب الفايف وهحط مكان كل النمبرز اللي حواليها 0. مين الزيرو اللي مش مهم هنا؟ اللي بيبقى على الرايت ده، لكن دول مهمين، يبقى الانسر 0.05. طب لو عايزه اجيب الفاليو بتاعت الفور، هكتب الفور واحط مكان النمبرز 0. في زيرو مش مهم اشيله؟ لا، كلهم مهمين. خلاص كده تعالوا بقى نحل السؤال اللي عندنا. Find the value of 7. هي فين ال 7؟ ال 7 في ال 100s، صح كده؟ مش ال 7 في ال 100s، فأنا ممكن أقول إن ال value 7 over 100. 7 over 100، لأن ال 7 مش ده 10s وده 100s، يبقى 7 over 100. وممكن أكتبها إزاي؟ هكتب ال 7 وأحط مكان كل النمبرز اللي حواليها إيه؟ 0. مين ال 0 اللي مش مهم عشان أشيله؟ هو ده، فيبقى ال answer 0.07 أو 7 over 100، مين فيهم موجود؟ هو ده، يبقى هو ده الأنسر. تعالوا نحل مع بعض number 2. 0.67 plus what give me 1. أول حاجة هنا هعتبر ال 1 ده، لو كان عندي 0.6 plus what give me 1، هنا كان في كام نمبر بعد الديسيمال بوينت 1، يبقى أنا هعتبر ال 1 ده 10، فأقول 6 فاضل لها كام وتبقى 10؟ 4، بس لازم أحط لها نفس الديسيمال بوينت. تاني لو قلت 0.2 plus what give me 1، هنا في كام نمبر بعد الديسيمال بوينت 1؟ يبقى ال 1 هعتبرها 10، 2 فاضل لها كام وتبقى 10؟ 8. خلاص. طيب هنا بقى انا عايز اعملها. طب في طريقة تانية بحل بيها؟ لما انا اقول لك 0.6 plus what give me 1، فاحنا بنقول هنعمل ال 2 numbers دول minus، يعني 1 minus 0.6. طيب ازاي هعمل 1 minus 0.6 وال 1 ده whole number؟ تعالوا نشوف بنعمل ايه. ال whole number من حقي احط له decimal point و 0 كده. تعالوا بقى لما نيجي نكتب ده نحط الديسيمال تحت الديسيمال وال 6 هنا وال 0 ونعمل minus. 0 minus 6 doesn't work، دي تبقى 10 ودي تبقى 0. 10 minus 6 equal 4، ونزل الديسيمال بوينت و 0 minus 0 0. عرفتوا جت منين؟ تعالوا نحل نفس السؤال بقى اللي هو السؤال هيتحل ازاي. هنعمل للتو نمبرز دول ماينس، احنا قلنا ال1 ده هول نمبر، فهحط له ديسيمال بوينت وكام زيرو. هنا في تو ديجيت، يبقى احط 2 زيرو، احط 2 ايه؟ زيرو. هكتب ده تحتي ديسيمال تحت الديسيمال، وهنا 6 وهنا 7 وهنا ايه؟ زيرو، واعمل بورو، دي زيرو ودي تبقى 9 ودي
10 minus 7 3 9 minus 6 3 والديسيمال بوينت 0 minus 0 0 فيبقى دي الانسر. طيب ميس في طريقة تانية أسهل ممكن أقول 0.76 plus what give me 1. هنا بعد الديسيمال بوينت في كام ديجيت؟ 2 ديجيت، يبقى ال 1 هعتبرها 100 وأعمل 100 minus 67 كده عادي، فتبقى دي 0 9 10 فتبقى 33 خلاص، وأنا هحط لها الديسيمال بوينت وال 0. يلا نشوف اللي بعد. تعالوا نحل سؤال نمبر 3. 6.5 plus 2.5 أكبر ولا أصغر ولا إيه؟ و 12.8 minus 3.8. تعالوا نحل السؤال ده الأول هنا. إزاي بنكتب النمبر؟ بكتب 6.5، أحط الديسيمال تحت الديسيمال، أحط 2 هنا وأكتب 5 هنا وأعمل plus وأعمل إيه؟ plus. تعالوا بينا يلا. 5 plus 5 equal 10 0 and carry up 1. الديسيمال بوينت اول ما تقابلني انزلها 1 plus 6 7 7 plus 2 equal 9 يبقى 9 decimal point 0. احنا قلنا الديسيمال بوينت لو وراها 0 ملهاش لازمه، يبقى الانسر هنا 9. تعالوا نحل السؤال ده. هكتب 12.8. لما اجي اكتب السكند نمبر بحط الديسيمال تحت الديسيمال، مين لازق في الديسيمال 8 وهنا 3 واعمل minus 8 minus 8 0 ونزل الديسيمال 2 minus 3 doesn't work، دي تبقى 12 ودي 0. 12 minus 3 equal 9، الديسيمال بوينت وراها 0 ملهاش لازمة يبقى 9 فيبقوا equal. number 4. write 3 and quarter in decimal form. ازاي بنكتب 3 and quarter decimal form؟ تعالوا نفتكر مع بعض، احنا كنا قلنا في numbers friends لما بنلاقي تحت 2 بنعمل times كام؟ 5 equal 10. لما بنلاقي في الدينومينيتور 2 بنعمل times 5، ولو لقينا في الدينومينيتور 5 بنعمل times 2 equal 10. طيب لما كنا بنلاقي 4 بنعمل times 25 equal 100، ولو لقينا 25 بنعمل times 4 فتبقى ايه برضو equal 100، ولو لقينا 8 بنعمل times 125 فتبقى الانسر 1000. يلا بينا هنا. ازاي بنحول النمبر ده لديسيمال؟ يعني ايه نحول النمبر ده لديسيمال؟ يعني نخلي الدينومينيتور ايكوال 10 او 100 او 1000. احنا قلنا مين الفريند بتاع ال 4؟ ال 25، يبقى نعمل 4 وتحت تايمز ال 25. تايمز كام؟ ال 25 هيبقى 3. 1 تايمز 25 25، 4 تايمز 25 احنا خلاص حافظينها ب 100. لما بنيجي نكتب الديسيمال بوينت بنحطها بعد الهول number واكتب 25. قبل ما امشي اتاكد في كام زيرو هنا؟ 2، وهنا في 2 numbers يبقى كده تمام. طيب لو كان طلع لي الانسر كده كنت هعمل ايه؟ هحط 3 والديسيمال بوينت بعديها واكتب ال 25. بس قبل ما امشي اتاكد دول 3 زيرو، يبقى دول لازم يبقوا 3 numbers، وانا ما عنديش غير 2 كنت هحط 0، فيبقى هنا الانسر 3.25. يلا بينا نحل سؤال نمبر 5. عشان نعمل ماينس لازم ده يبقى ديسيمال. 5 و 8 over 10 هتبقى 5.8 minus 3.08. يلا نحطهم فوق بعض. احنا قلنا هنكتب ال 5.8، لما بنيجي نكتب السكند نمبر بنعمل ايه؟ بنحط الديسيمال تحت الديسيمال، ال 3 هنا وهنا 08. لو في مكان فاضي بنحط مكانه 0، نعمل minus 0 minus 8 doesn't work، دي تبقى 10 ودي تبقى 7. 10 minus 8 equal 2، 7 minus 0 7 و 5 minus 3 equal 2 فيبقى الانسر 2.72. يلا نحل سؤال number 6. The number which lies between 13.1 و 13.2. انا عايز ادور مين في الارقام دي ما بين 13.1 وما بين 13.2. في واحد يقول لي دول ورا بعض على طول. طيب انا لو عايز الاقي numbers ما بينهم زود هنا 0 وزود هنا 0، ده بقى 10 وده بقى 20. دور لي على رقم من دول ما بين ال 10 وال 20. هنا 3 هنا 15، ايوه ال 15 ما بين ال 10 وال 20، يبقى هو ده الانسر. لما بعوز اكبر النمبرز بحط لهم 0، بحط لهم ايه؟ 0. يلا نحل سؤال نمبر 7. 256.104 equal 256 plus 0.1 plus what. هنا انا كل بحط كل نمبر لوحده، كتبت ده لوحده وكتبت ال 1 لوحده. المفروض ان انا لما بكتب النمبر لوحده بحط مكان النمبرز اللي حواليه ايه؟ 0. مين اللي فاضل يتكتب؟ الزيرو والفور. الزيرو ملوش لازمه، يبقى انا هكتب الفور، وعشان اكتب الفور هحط مكان كل النمبرز اللي قدامه ايه؟ 0. خلاص كل النمبرز 0، والزيرو اللي مش مهمه هنشيلها. تعالوا نقرر مين الزيروز اللي مش مهم.
أول حاجة أي number الزيروز اللي ما بين النمبر والديسيمال استحالة يتشالوا، يبقى دول موجودين. طيب الديسيمال بوينت والزيرو، أول زيرو ده مهم عشان يبين إن دي ديسيمال بوينت، لكن دول مش هيفرقوا، فأنا ممكن أكتب الأنسر 0.004 هو ده الريزلت. تعالوا ناخد إكزامبل كمان، يعني أنا لو قلت 7.12 هكتبها إزاي؟ الهول نمبر اللي قبل الديسيمال بيتكتب لوحده، الـ 1 في التنس فتبقى كده، الـ 2 في الهندرس فتبقى كده. صعبة كده؟ سهل جدا. يلا نحل اللي بعده. يلا بينا نحل the place value of 7. خلاص شرحناها في الأول، سؤال حليناه، قلنا the place value بتاعة النمبر اللي بعد the decimal point اسمه ايه هنا؟ tenses. اسمه ايه؟ tenses. طيب الـ 3 hundreds آخرها th وهنا thousands، أما الـ 8 unit. هو عايز the place value بتاعة الـ 7، الـ 7 في tenses، فاحنا هنختار كلمة tenses. عايز أعرف مين النمبر الأكبر؟ 6.81 و 6.93. لما بنيجي نعمل compare ما بين النمبرز، من أول حاجة اللي قبل الديسيمال 6 وقبل الديسيمال 6، يبقى بنقارن اللي قبل الديسيمال، طالما شبه بعض نشوف اللي بعده، هنا 8 وهنا 9، مين الأكبر؟ ال 9. يعني مثلا لو أنا قلت 3.001 أكبر ولا 3.2؟ في حد ممكن أول ما يشوف ده يقول أكبر عشان عنده numbers كتيرة، لا، قبل الديسيمال هنا كام؟ 3، وقبل الديسيمال هنا 3. تمام، نشوف اللي بعده، هنا بعد الديسيمال 2 هنا بعد الديسيمال 0، يبقى مين الأكبر؟ ده. يلا بينا نحل اللي بعده. دي مسألة ماينس عادي، هنكتب 36.48. لما نيجي نكتب النمبر ده بنحط الديسيمال تحت الديسيمال 8137، ونبدأ نعمل ايه؟ ماينس 8 - 7 = 1 4 - 3 = 1 6 - 8 doesn't work. Borrow 1 بقت 16. 16 - 8 = 8. 2 - 1 = 1. فيبقى الانسر 18.11. 17/5 أنا عايز أكتبه لتشويزز كلها ميكسد، يبقى how to convert to mixed. بنكتب إزاي بنحول لميكسد؟ بنكتب الـ 5 تحت ونسمع table 5. 5 times what give me number nearest to 17. 5 times 3، نكتب 3 هنا، 5 times 3 كام؟ 15. فضلها كام وتبقى 17 2، يبقى 3 و 2 over 5. تعالوا نعمل هنا minus، طالما الدنومينيتور شبه بعض بنكتبه زي ما هو، 5 - 2 = 3 3 over 6. جيت ادور في اللي choices ما لقيتهاش، يبقى اكيد في simplify. 3 times 1 6 times 2 cancel 3 مع 3 فضل 1 over 2، يعني half، يبقى result equal half. يلا نكمل حل. يلا بينا نحل سؤال number 6. 2 1 over 5 write as improper fraction. ازاي بنحول الميكسد لإمبروبر؟ بنكتب الـ 5 تحت زي ما هي، نعمل times وبعدين plus، هنقول 5 times 2 = 10، 10 + 1 = 11، فتبقى 11 over 5. هنا بنفك كل الـ standard form دي، بنفك كل number لوحده، يعني ايه؟ الـ whole number الـ 2 يكتب لوحده، plus الـ 8 في الـ tenses فتبقى 0.8، الـ 5 في الـ 100 فتتكتب كده، الـ 9 في الـ 1000 فتتكتب 9 في الـ 1000، صح كده؟ مين الـ missing number اللي ناقص الـ 9؟ يبقى هي دي. فين هي دي؟ يلا بينا نكمل. 2 and 500. احنا قلنا كلمة and هي الـ decimal point، and هي الـ decimal point، فهنقول 2 decimal point 500. الـ 5 في الـ 100، الـ 5 فين في الـ 100؟ يبقى مفيش tenses، مفيش ايه؟ tenses، فنحط مكانها 0، فيبقى الـ answer 2.500. الـ 5 في الـ 100 يبقى tenses فاضية. The number included between 0.64 و 0.65، عايز اجيب number ما بينهم، فاحنا قلنا هنزود ايه عشان نجيب number ما بينهم؟ نزود هنا 0 ونزود هنا كمان 0، فالنمبر بقى 640 و 650. مين النمبر اللي ما بين 640 و 50؟ ما بين ال 40 وال 50 45، اللي هي 645. عايز اعرف مين النمبر الاكبر، لازم يبقوا الاتنين ديسمال، نحول ده لديسمال فهيبقى 9.64. قبل الديسمال 9 وقبل الديسمال 96، يبقى 96 طبعا اكبر. Number 4 quarter equal converted to decimal. ازاي بنحول النمبر لديسيمال؟ لما يبقى 4 قلنا بنعمل times 25، بنعمل times كام؟ 25، فتبقى 1 times 25 25. 4 times 25 equal
100. هنكتب ال 25 ونحط الديسيمال بعد كام ديجيت 2 ديجيت ليه؟ عشان تحت 100 يبقى 0.25. هنا مسألة ماينس عادي هنعملها ودي مسألة بلس عادي هنعملها. تعالوا نعمل البلس. هكتب ال 5 ال 4 الديسيمال بوينت ال 2 ال 3 ال 8. لما اجي اكتب سكند نمبر احط الديسيمال تحت الديسيمال. مين لازق في الديسيمال؟ ال 5. مين لازق من هنا؟ ال 8. واي رقم فاضي بحط مكانه 0 واعمل بلس فهتبقى 8 3 10 وكاري 1 فتبقى 10 وكاري 1 فتبقى 60.38 عشان الاخر نمبر في 1000. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.